اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 050-516-3525 من الحموده للسيارات. اليوم احنا بنسلم سيارتنا الاحدث في تعديل الحموده للسيارات. سياره هي مش سراب ولا شاهين، سياره الزبون هو اللي اختار يعملها بنفسه بالتفاصيل، وهنوريها لكم حالا. يلا بينا. يلا اهلا بكم مره تانية. معانا علي، هو اللي اختار يسوي السياره بتفاصيل اللي هو مختارها على ذوقه او على كيفه. كيف حالك علي؟ مبروك عليك وربنا يديك خيره ويديك شرها ان شاء الله. كيفك يا زايد؟ تمام. كيف سياره علي؟ كيف سياره علي؟ حلوه السياره. طيب يلا، طيب هنشوف السياره اللي علي اختار يعملها عندنا هنا في الحموده للسيارات. زي ما انتم شايفين هي سيارتنا هي سيلفرادو ال تي. علي طبعا اختار يحط لها دعامية الشاهين زي ما احنا شايفين، اللي هي المرفوعة عليها الهوكات الحمر والتصفيحة عند الجير والماكينة. واختار ان هو يعدل في الشبك، عدلنا الشبك خليناها كله اسود كامل بدل ما كان كروم، هو بلاك اديشن مظبوط. تمام. وايه تاني كمان يا علي؟ تعالى قول لنا ايه اللي اخترته كمان يا علي. ترفيعة والرنجات سود طبعا مع الكاليبرز الاحمر، دواسات شاهين اكستريم، الدواسات الاوتوماتيك والكهرباء. من الداخل اخترت اي شيء علي؟ قول لنا كده. يلا بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. جلد اوليب، جلد طبعا اصلي معاه ضمان سنتين ومعاه شهاده. هي زي ما احنا شايفين ال تي يعني سيت طويل. ايه كمان يا علي اخترته؟ بطل كارير. بطل كارير ممتاز. شو تاني من ورا ولا اي شيء؟ كتابه. الجناح كمان اضفنا الجناح. لا الكتابه انت اخترتوها بديزاين شويه مختلف عما كنا بنعمل عاده. اي خفيف. يعني عملنا اطار احمر. تمام. والكتابات هو مختارها بنفسه. سيلفرادو بالاسود. شاهين اكستريم لونين. والاكزوزين عاملينهم مات بلاك، اسود مطفي بدل الكروم. تمام. صح كده يا علي؟ والمخفي طبعا. مخفي مع السيارة زي ما احنا شايفين. شاهين اكستريم طالعة ما شاء الله بديزاين رائع. لابسنا السيارة على الأبواب. منين؟ كيف التعامل يا علي؟ الحمد لله ما قصرت اخوي مهند على التعامل الطيب وخلصنا السيارة بأسرع وقت. الحمد لله، مبروك عليك يا علي. ومرة ثانية ربنا يديك خير ويوفقك شرها. سيرفيس الأول على ال 10,000 كيلو. أنت عندك سيرفيس لين ال 100,000 أنا عارف. بس كل 10,000 كيلو بتيجي تشرفنا هنا علي ان شاء الله. وفي حاجه كمان زياده احنا عاملينها، الزي 71 ملونين والانتنة الصغيره. مظبوط؟ طيب تمام. يلا شرفتنا يا علي والف بركه عليك ان شاء الله، وهننتظرك ان شاء الله في التشيك الاول. تمام. شكرا يا علي. هلا حبيبي. شكرا شكرا. يلا مبروك يا علي. هلا 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 مبروك عليك. حبيبنا يا علي الله يسلمك. يلا زي شو هاي الحديده؟ هاي الاريال؟ هاي الانتنه. ايوه. يلا مبروك عليك يا علي. هلا حبيبي. شكرا 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 يا حمد حبيبي.